تعلم شلون تخاطب رب العالمين بأبسط المفار المفردات، بس كلام من قلبك. أحد الأئمة بيذكر في كتابه بأنه أحد الجبارين عمر قصر، وقصر جميل جدا، والحرس عنده بالقصر فرحان بحاله ومبسوط. يوم بيوم طالع معه الحرس وطلعوا هيك زيارة هيك حوالي القصر يتفرج على معالم البلاد تبعه، قام شاف في كوخ معمر على حيط القصر تبعه. قال له لمن الكوخ؟ قالوا امرأة درويشة فقيرة. كبوه، كسروا الكوخ وكبوه. اجت المرأة الفقيرة مساء جايبة شوية خبيزة شوية شغلات تاكلهم تصلي قيام ليل، لقيت كوخها على الأرض، رفعت إيديها لله سبحانه وتعالى، قالت يا رب لما هدم لي هالظالم الكوخ تبعي أنا ما كنت، أنت وين كنت؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى